السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم باشمهندس أحمد صلاح من شركة موازي، واحنا النهاردة هناخد تاسك بسيط خالص عن أمر اكسترود. في الحقيقة احنا هنحاول في التاسك ده إن احنا نعمل كل الأوامر باكسترود، بس كإنك تتعلم طريقة البناء، وزي ما احنا اتفقنا إن احنا عندنا في طريقتين للتشكيل، طريقة بناء وطريقة نحت. طريقة البناء إن أنا ببني بيها الحاجة زي ما بعمل مبنى أو زي النجار ما بيشتغل، وفي طريقة النحت اللي هو زي ما النحات ما بيشتغل. وعلشان تقدر تستوعب البرنامج وتبدأ تخش في أعماق البرنامج، إحنا اتفقنا إن إحنا هنفوكس على أمر واحد نجيب بيه آخره زي ما بيقولوا، إحنا هناخد مجموعة تاسكات كتيرة أوي نعمل بيها الأمر بإكسترود بس. خلينا نبدأ التاسك ده ونشوف نبدأ منين. نبدأ من التوب. حلو حلو كده. خلينا نبدأ نعمل شكل بتاعنا اللي هو من التوب، اللي هو الشكل ده. خلينا نقول ان انا هبدا بالميد بوينت لاين، بحيث ان انا يبقى السنتر بتاعي في نص الشكل الاوريجن، وابدا اعمل الخطوط بتاعتي. هاجي اقول ان انا عندي ده في منتصف الاوريجن او عن طريق الفيرتيكال، وهاجي ابدا ادي ابعاد. هاجي اقول ان البعد ده عندي 40، وهاجي اقول ان البعد ده عندي 35، وان البعد ده 35، فيبقى التوتال عندي 100. فيبقى التوتال عندي 100، هو كده مستنتج، لان الاعماق اللي احنا عملناها هو كده مستنتج الابعاد بتاعتنا. هيبقى ناقص ان انا هاجي اقول ان ده مع ده كولينير، وهيبقى ناقص ان انا ادي البعد بتاعي ده 25 والبعد ده 60، وكده يبقى الشكل معايا كل ديفاين. طبعا هاجي اعمل اكسترود بالشكل بتاعي، وهو هيبقى 80 ناقص 50 يبقى 30. طبعا جبنا 50 لان دي في منتصف الشكل، في 50 25 زائد 25، ونيجي ندوس اوكي. هنيجي بقى للمرحله اللي هي الصعبه، هرسم ده فين. لو انت قررت انك ترسم على السطح ده سكتش، يبقى انت هتستخدم اكسترود كات، هتضطر تستخدم اكسترود كات عشان تعمل هولو. لكن لو انت استخدمت من السطح ده، يبقى هتقدر تجيب كل التشكيل من السطح ده، وده اللي بنحاول نطبق بيه مع بعض، ان انت ازاي تحدد البلان المظبوط ان انت تقدر تشكل الحاجه باكسترود بس. في الحقيقه البرنامج في المستخدمين الجداد اللي بيستخدموا برنامج السوليد بتعملهم المشكله دي دايما، احدد البلان فين. لما تاخد تاسكات كتيره باكسترود بس وتسكات كتيره بالشوت كات بس، هيبدا عقلك يبدا يستوعب اوتوماتيك، عقلك الباطن يبدا يحضر المعلومه ازاي ترسم في البلان المظبوط. فخلينا نبدا نرسم في السطح ده ونعمل كنترول 8، ونبدا نعمل امر مستطيل عادي خالص بدايته من النقطه دي، ونيجي ناكد مع بعض ان ده كنترول ده كولينيال، بحيث الشكل معايا فول ديفاين، واجي اقول ان انا عندي من هنا لهنا 80. هيبقى ناقص التو هولو بتاعك. التو هولو بتاعك هما موجودين في امتداد السنتر، وعشان تقدر تعملهم مظبوط خلينا نعمل سنتر لاين بنص الشكل، ونيجي نقول ان دول سيمتري، وهاجي اقول ان ده فاي كام 10، وهاجي اقول ان ده مع ده المسافه 50. هيبقى ناقص اخر حاجه ان انت تاخد النقطه دي كنترول النقطه دي، وتيجي تقول ان هم هورزونتال، وتيجي تعمل الامر اكسترود بتاعك، وتتاكد ان الاتجاه بتاعك لقدام فتعكس اتجاه الاكسترود، وتيجي تقول ان القيمه الاكسترود عندك 15. وبكده نكون عملنا التطبيق ده. تابعونا ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، ولو في اي استفسار سيبوه في الكومنتات تحت، ان شاء الله هنجاوبكم عليه في الفيديوهات الجايه باذن الله. وطبعا ما تنسوش اهم حاجه تعملوا سبسكرايب للقناه عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده بتاعتنا.